السلام عليكم. دلوقتي عندنا هنا في السلم في جزء معين عايز اعدله، مثلا هنا الوصلة دي مكملة لحد هنا، لا انا عايز يبقى في نقطة معينة هي دي النقطة اللي بتقابله فيها، مش عايز يفضل ماشي كده اكتر من اللازم. طيب هنعمل سيلكت على الريلينك واقول له اديت تايب، والاقي عندي هنا انجل جوينت اللي هي الالتقاء هنا عند الزاوية، وفي عندي تانجنت جوينت اللي هي الخط مكمل بس اتغير من لاندنج، اتغير لدرجات السلم. فهاجي هنا مثلا عند الانجلت جوينت وممكن اقول له لا ده مش مهتم انا بالكونكتور، واجي هنا عند التانجنت جوينت اقول له ايه اد فيرتيكال، فجي عند النقطة اللي هنا وبدأ يغير بشكل حاد شكل الريلينج، ما بقاش فيه الالتقاء. طيب ركز هنا، هنا معموله تريم يعني الخط مكمل واقف هنا، ممكن تقول له بدل التريم ده لا انا عايز ويلد يبقى فيه لحام كده بالشكل ده. فتقدر تتحكم في شكل الريلينج. طيب ممكن اجي هنا بقى واعمل سيلكت واقول له انا عايز ده الجزء ده بدل ما هو ماشي كده، لا انا عايزه يبقى فيه يبقى في سلوب من النقطة دي للنقطة دي بدل ما هو جاي هنا ومغير، لا يبقى في سلوب بشكل حلو. ايديت واجي اختار ده واقول له هنا السلوب بدل باي هوست كده هيبقى التابع سلم، لا اقول له لا خلي ده سلوب. وهنا ممكن تغير الارتفاع وتقول له كاستم وتكتب الارتفاع اللي انت عايزه بالشكل ده. بص حضرتك هتلاقي فيه بقى فيه سلوب للجزء ده. طيب خلينا ناخد مثلا جزء تاني يكون هو اصلا سلوبت، الطبيعي بتاعه ان هو سلوب، واقول له لا ما تخليش ده بقى سلوبت خليه فلات، والهاي ممكن تلعب فيه وتخليه مثلا خلينا نشوف اللي هنا بشغال بايه اللينس بالمليمتر ماشي فلات، وخلي ده مثلا 2 متر بقى 2 متر وبقى فيه شكل لوت. تمام طبعا شكله مش ظريف يعني، وبالذات ان احنا عاملين هنا سلوبت. ف المهم هي دي الفكره، لو انت حابب ان انت تعدل في السلم ممكن تكون انت محتاجه هنا يكمل كده وينزل ويتقابلوا هما الاتنين في المكان دوت، تقدر ان انت تعدل فيها دلوقتي.